وكالعادة مشاهدينا نستهل هذه التغطية بهذه الصور الحية التي تأتينا مباشرة من بيروت، حيث يواصل اللبنانيون التجمع في ساحة الشهداء وسط العاصمة للمطالبة باستقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ. كما يندد المتظاهرون بما وصفوه بالإهمال والفساد في مؤسسات الدولة، وطلبوا بإجراء تحقيق فوري لكشف أسباب الانفجار ومحاسبة المسؤولين عنه. ودعا المعتصمون إلى استقالة حكومة حسان دياب وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. يأتي هذا فيما تدور مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين في محيط البرلمان، واقتحم متظاهرون مبنى يضم مكاتب وزارات الأشغال والنقل والمهجرين وسط العاصمة اللبنانية. من جانبه حذر الجيش اللبناني المحتجين من تجاوز الأطر السلمية للتظاهرات، مؤكدا أنه سيتعامل معهم بالطرق المناسبة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من ساحة الشهداء ببيروت زاهر الكسار الناشط بالحراك اللبناني. أحييك زاهر، لماذا اشتعلت حدة التوتر بين المتظاهرين وقوات الجيش أو الشرطة حتى في وسط لبنان في هذه اللحظات الآن؟ أول شيء مساء الخير، يعطيك يسعد مساك ويسعد مساء جميع المشاهدين والمتابعين. أنا عم بحكيك هلا وبعتذر على رداءة الصوت لأنه كنا عم نشوف الناس كيف عم تركض وكيف الناس مشيت هلا حوالي ربع ساعة طايرة طيران هربان من القنابل الدخانية اللي هي بتخنق واللي هي بتموت. يعني ما فيني أوصف لك الصورة هلا كيف عم تصير، ما بعرف حسب الرشاد اللي عم تعرضوها، الصورة كثير 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 بشعة اللي عم تصير ببيروت. يعني الناس عم تحترق، نساء صبايا شباب نازلين يدوروا على مستقبلهم، نازلين يعترضوا يعتصموا بكل حريه وديمقراطيه، عم ينشلح عليهم قنابل دخانيه، عم يصير مشكلتهم مع الاجهزه الامنيه اللي هن بدهم يحموا هذا المجلس اللي بيضم كل الحراميه اللي نحن ما بنعترف فيهم، لا مجلس النواب ولا مجلس الحكومه ولا رئيس الجمهوريه، حق الشعب ينتفض، الشعب هو مصدر السلطات، بس اللي عم يصير هلا بحقنا مانه مقبول ابدا. مانو مقبول نهائيا. من هون انا بشوف انه معقول تحرق وطنك انت وتضحي بابناء وطنك وتضحي بنساء وطنك والصبايا اللي كل واحد وكل وحده منهم متعلم ومثل القمر نازل فيقول لهم احرقتوا الجبل احرقتوا البحر، لكن دمرتوا الدنيا نحن بدنا حقنا. عفوا للمقاطعه، البعض يقول من حق الجميع ان يتظاهر كيفما يشاء، وعلى ما يبدو ان هناك حتى تفهم دولي لهذه التظاهرات، لكن في المقابل لا يتفهم البعض مساله اقتحام بعض المنشات الحكوميه الرسمية، إدرام النيران، مواجهة الجيش. بالأمس سقط قتيل فيما يخص الجنود أو يعني في إطار الشرطة، فالبعض يرى أن هذا خروج عن السلمية. الشهيد اللي ساعه امبارح انا باكد لك مانه من الثوار، ناطرين التحقيقات ومانه من الثوار، والثوار مانه جايين تيسقطوا شهداء منهم او من الجهاز الامني، هن عم يعتصموا. بس انت اليوم وقت بتعتصم سلمي مره واثنين وثلاثه وشهر وشهرين وثلاثه، وبتلاقي انه السلطه اسا عم تدمر فيك، اسا هلا في عالم تحت الركام ما شالوها، فانت كيف بدك تعبر عن رايك؟ انما لو كان استقالوا كلنا سوا اليوم، استقاله الحكومه حسان دياب، ما يسمى هو مانه رئيس حكومي ولا شرعي، اذا بيستقيل بيستجيب لهالشارع وبيرجع بيعملوا انتخابات والابدا يوصل بشطارته. بس هن لانه عندهم شبكات خاصه فيهم، احزاب خاصه فيهم، مستعدين يدمروا كل هالطاقات البشريه من شباب وصبايا بالبشر، بس هن ضلوا قاعدين على الكرسي، ما حدا بتقوم لاقيله الكرسي، ما حدا اخذ معه شيء. نحن كثوار رح نضلنا وما رح نعمل مشكله مع الاجهزه الامنيه وبالذات مع الجيش اللبناني، لان هي المؤسسه الوحيده الشرعيه اللي بنعترف فيها. ومن هون بناشد قائد الجيش انه قائد الجيش مثل ما بدك تحمي اولادك بالجيش اللبناني، كمان الثوار هن اولادك. نحن ما بقى لنا ثقه بكل الطبقه السياسيه، وإلنا ثقه بكل الدول اللي بدها تيجي تدعم لبنان تدعمها من خلال الشعب، من خلال الموجودين هنا على الارض. انما يجي يدعموا هي الحكومه رح يشبسوا اكثر واكثر، بس يلاقوا في مال لانه السرائيل. زاهر، الجيش اللبناني حذر المحتجين من تجاوز الاطر السلميه وقال انه سيتعامل معهم بالطرق المناسبه. ما رايك؟ ما بخفي
ما بخفي عليك كل اللي نازلين نازلين سلميين، بس اوقات يمكن والخوف الاكبر بيكون في حدا من داس، وانا كنت موجود وقت اللي اجى حدا جرب يشيل الشريط من قدام الجيش، قلت له ان معركتنا منا مع الجيش، نحن الجيش حامينا، رجعوا بعدين بعدوا بعد منا رجعوا طورت الامور، نحن يا اجباري انت ساحه مفتوحه، يمكن احدا من السلطه والاحزاب او حدا اللي له مصلحه يفرط الثوره بيبعت حدا من داس بين الثوار تيعمل اشكال مع الجهات الامنيه، بس اللي جاي من عكار مثلي انا كمختار ورئيس مخاطير بعكار جاي مثل هالناس مش الاصابات لا من الجيش ولا من الشعب، ما انا جاي احضر انا دم، نحن بين نعبر عن راينا مع كل الشباب، بس اكيد في مندسين بيبعتونا الاحزاب السلطه مشان يضلوا بالسلطه. طيب اشكرك شكرا جزيلا زاهر الكسار الناشط بالحركه اللبنانيه، كنت معي عبر الهاتف من ساحه الشهداء ببيروت، وينضم الينا الان عبر الهاتف من بيروت رئيس الوزراء اللبناني السابق السيد فؤاد السنيوره. سيد السنيوره احييك على شاشه الجزيره مباشر. كيف ترى حدة التظاهرات الآن في الشارع اللبناني تحديدا في وسط بيروت؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة وأيضا شكرا على هذا التعاطف مع لبنان وهذه التغطية. والحقيقة أن هذا الذي يجري الآن هو نموذج من النماذج التي يساء فيها إدارة المشكلات وإدارة الأزمات، والحقيقة الذي تراه هو معبر عن انهيار الثقة ما بين اللبنانيين وما بين الحكومة ورئيس الجمهورية، وهو كان ذلك أيضا هذا الانهيار موجود وانعكس في أكثر من مكان ولا سيما هذا الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لدى اللبنانيين، ذلك كان عشية هذا الانفجار المزلزل الذي جرى في لبنان، وبالتالي زاد حدة الأمور أيضا بنتيجة ما أصبح يتبين من وجود قصور وتقصير في هذه القضية الشائكة والمريبة والتي تحتوي الكثير من الشكوك. لماذا أقول هذا الكلام؟ أنا أعتقد أن هناك غضب عارم لدى اللبنانيين، ويمكن البدء بمعالجة الأمور بشكل واضح وسليم، وهو أمر تقتضيه هذه المشكلة الكبرى التي حصلت، وهي كارثة بكل معنى الكلمة. نعم. الناس يريدون الحقيقة، والحقيقة أن هذا الأمر حدث الانفجار وبهذه الكميات الكبيرة من تلك المواد أمونيوم نايتريت، والتي أصلا هي ممنوع إدخالها إلى لبنان، وهي أدخلت ولا ندري كيف أدخلت وما هي ملابسات كل هذه العملية منذ أن انطلقت السفينة من جورجيا في البحر الأسود إلى أن وصلت إلى لبنان، وهي ليس مقصد هذه السفينة. المشكلة الآن أن هناك يعني مشكلات كبيرة تتعلق بهذه الكارثة، ولذلك لا يمكن على الإطلاق أن يوكل أمر التحقيق بهذه العملية لمن كان أصلا هو موجود في مرفأ بيروت ويشرف على كل الأعمال في مرفأ بيروت، وأعني بذلك ليس تقليلا من الثقة بالجيش أو غيره على الإطلاق، بل حتى يكون هناك فصل بين من كان مشرفا على العمل لا يستطيع أن يكون مشرفا على التحقيق. أنت تريد تحقيق دولي سيد السنيورة، تريدون تحقيق دولي؟ أنا لا اسمع شوي. أنا أقول أنه هذا كان الجيش اللبناني والأمن العام وأمن الدولة والقوات الجمركية والإدارة الأمنية للجمرك كانوا كلهم موجودين ومسؤولين عما جرى. الآن هناك حاجة من أجل طمأنة الناس، هناك غضب وهناك شكوك عارمة لدى اللبنانيين، كيف تعالج؟ تعالج بأن يصار إلى اللجوء إلى هيئة منفصلة. هناك اقتراح بأن تكون من 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 هيئة تعينها مجلس الأمن، مش عاجبهم كويس يا سيدي، الجامعة العربية منها مشكلة. وبالتالي هو فصل هذا التحقيق عن الناس اللي كانوا يعني موجودين بالمرفأ، قد يكون كله هو سوء إدارة أو إهمال أو شيء من هالنوع، لكن حتى الآن جميع المعطيات والمعلومات المسربة عن ما جرى
توحي أن هذا الأمر فيه يعني ريبة كثيرة. طيب أنا أكون يعني أريد أن أكون صريح معك وأيضا أستفيد من صراحتك كالعادة سيد السنيورة. أصابع كثير من اللبنانيين الآن يشيرون إلى أن حزب الله تحديدا هو من يتحكم في مؤسسات الدولة اللبنانية بأكملها. فهل تعتقد أن حزب الله بشكل أو بآخر جزء من مسألة الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت أم تستبعد هذا الأمر؟ أول شيء أن حزب الله يقبض على يعني معظم جوانب السلطة اللبنانية هذا صحيح وليس فيه أي تجني. أما أن يصار إلى توجيه الاتهام الآن أنا لا أتجرأ على القول بذلك من ناحية المنطقية، لأنني أنا أطالب بالتحقيق، وبالتالي هذا الأمر أنا أقول أن هناك شوائب كثيرة على ما جرى. نعم. وبالتالي هناك ريبة، وبالتالي هناك غضب لدى الناس لا يمكن طمأنتها إلا من خلال تحقيق شفاف تجريه هيئة حرفية من قضاة نزيهين لديهم كفاءات للتعرف على هذا النوع من المشكلات، وبالتالي هو يأتي بالنتيجة. ولذلك هذا الأمر يجب أن يرضي الجميع. طبعا هناك البعض يقولون اسمح لي شوي صغيرة، هناك البعض يقولون أن في ذلك افتئات على السيادة اللبنانية. يا سيدي، افتئات على السيادة اللبنانية أن تستعين بهيئة من الجامعة العربية من أجل التحقيق بأن هذا الأمر يتعلق ليس فقط في لبنان، يتعلق بمجيء الباخرة من جورجيا. واليوم صدر بيان من إحدى الشركات التي كانت هي المستوردة لهذه الكميات من هذه المواد من موزمبيق، وتقول أننا كنا نستوردها ولكن الباخرة لم تأتي ونحن لم ندفع ثمنها. نعم. إذن ماذا جرى؟ هناك عملية قرصنة صارت. فبالتالي هذا الأمر يجب أن يكون لدى هذه الهيئة القدرة على أن تكون على صلة مع أكثر مكان بالعالم لنعرف شو اللي صار بهالعملية. طيب يعني اسمح لي سيد سنيورة، أنا آسف للمقاطعة، لكن تجربة لبنان الأخيرة مع هيئات دولية للتحقيق في حادثة داخل لبنان، دعنا نأخذ مثلا على سبيل المثال يعني قضية الراحل رفيق الحريري، كل هذه السنوات لم تؤدي إلى شيء محدد فيما يخص وفاة رفيق الحريري أو مقتل رفيق الحريري حتى هذه اللحظة. البعض يقول لا نريد أن ندخل مرة أخرى. أنا بالقضية تبعت اغتيال رفيق الحريري كان كمن يبحث عن إبرة في كومة من القش. هنا الموضوع مختلف والقضية واضحة، وبالتالي في هناك عديد من الملفات والمراسلات وكذا من النوع، وبالتالي هذا الأمر ليس كمثل هذه القضية. الآن نحن نبحث عما يطمئن الناس، هل هذا مقبول ماذا يجري في شوارع بيروت؟ من هذا هناك من يضع الجيش اللبناني وقوى الأمن في مواجهة المواطنين، مواجهة الشباب، لماذا؟ والقضية سهلة، أننا نستطيع أن نطمئن الناس بأننا نريد تحقيقا شفافا. نعم. الذين يتباكون على السيادة، سمحت لي شوي صغيرة، الذين يتباكون على السيادة ألا يتباكون على أن السيادة منتهكة من قبل حزب الله؟ حزب الله الذي يوجه رصاص بنادقه باتجاه المواطنين اللبنانيين، ليس فقط اللبنانيين، بل هو يبعث مقاتليه ليقاتلوا في سوريا ويوجه بنادقهم في على صدور السوريين والعراقيين والكويتيين واليمنيين، وتقول أن هذه ليس فيها اختراق للسيادة. يعني اسمح لي سيد السنيورة، أنتم في يوم من الأيام، وأقصد يعني كنتم جزء من تحالف ما مع حزب الله، لم نستمع منكم عن مثل هذه الاتهامات الآن؟ أنت تقول بشكل واضح وصريح حزب الله يوجه سلاحه إلى صدور اللبنانيين والكويتيين والسوريين، أين كانت كل هذه الاتهامات؟ حزب الله في سوريا منذ سنوات طويلة يعني.
أرجوك أرجوك هذا الموضوع غير صحيح على الإطلاق. تفضل. يجب أن تعود إلى ما كنت أقوله في العام 2008 وقبلها، وأيضا خلال الاجتياح الإسرائيلي عندما 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 جرت هذه الأمور بنتيجة بنتيجة الذرائع التي وفرها حزب الله بعملياته من أجل أن تهاجم إسرائيل. طبيعي، وسكتنا على ذلك وتضامنا مع بعضنا بعضا إلى أن كانت الحادثة كما جرت في العام 2008، وأنا وقفت في العاشر من أيار وسأرسل لك الخطاب الذي ألقيته في هذا في هذا الشأن. لا. وبعد ذلك كان موقفي واضحا جدا على مدى 12 عاما الماضية. لا أتحدث الآن عن أمر جديد، بل أتكلم عن هذا الوضع. ومع ذلك حزب الله يفترض به أن يكون حزبا لبنانيا وأن يعود إلى لبنانيته، وله وعليه ما لي وما علي. أنا مواطن لبناني وهم أيضا مواطنون لبنانيون، ولكن أن يوجه بالنهاية سلاحه إلى أشقاء في سوريا وفي العراق وفي اليمن والتدخلات هناك، هذا كله افتئات على السيادة وكله افتئات على مصالح لبنان في العالم العربي. ما هذا الاختلال في علاقة لبنان مع العالم العربي؟ لماذا؟ طيب. نريد أن نكون على علاقة جيدة مع قطر ومع السعودية ومع الكويت ومع الإمارات ومع كل مع سلطنة عمان ومع اليمن ومع مصر ومع كل العالم. تمام. لا نريد أن نخوض حروبا لا نستطيعها. من يضع لبنان على ممرات الأفيال؟ الأفيال الإقليمية والأفيال الدولية. لماذا؟ طيب. نحن لسنا لماذا تحميل لبنان ما لا يستطيع تحميله؟ ومع ذلك أنا لا أستطيع ولا يمكنني وغير معقول أن أوجه التهمة بأن حزب الله هو متورط في هذه العملية. أنا أعتقد أن الحق يرضي الجميع. تمام. طيب. وأيضا الوضوح يرضي الجميع. أنت قلت نقطة مهمة في بداية هذه المداخلة سيدة السنيورة، قلت أن هناك انعدام ثقة بين اللبنانيين وبين الحكومة اللبنانية أو النظام اللبناني الآن ومن هم في سدة الحكم. البعض يقول أن الثقة منعدمة بين اللبنانيين وبين الطبقة السياسية ككل وليس فصيل داخل هذه الطبقة السياسية. صحيح. وأنتم جزء من الطبقة السياسية. الذي جرى يا سيدي. نعم. أن خلال هذه السنوات أمورا تخالف مبدأ الدولة. هو في لما لا، وهذا الأمر ليس حديثا، هو تطور وتفاقم. هو بدأ في دخول الميليشيات إلى الدولة اللبنانية، وكان ذلك وسيلة من وسائل إنهاء الحرب. فبدلا من أن تطوع الدولة هذه الميليشيات وهذه العناصر الميليشيوية لمنطق الدولة ولمنطق أن الدولة بخدمة اللبنانيين وليس بخدمة الأحزاب، أصبحت الأحزاب هي المسيطرة على 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 لبنان وبالتالي على الدولة اللبنانية، الأحزاب الطائفية والمذهبية والميليشياوية ومنها حزب الله حتما. ليس في ذلك فقط، بل أصبحوا هم فعليا يقتسمون الدولة فيما بينهم، وأصبحت الدولة إقطاعيات. أصبح كل حزب يعني لديه وزارة ولديه إدارة معينة، وبالتالي هذا الذي يعين في هذه الإدارة هو تابع لهذا الحزب، وجميعهم مارسوا هذه الخطيئة الكبرى والتي أدت إلى أن الدولة أصبحت متناثرة وهي متقطعة الأوصال. كل حزب لديه وزارة معينة ويصر عليها، وكأنها هذه الوزارة قد سجلت باسمه بسجل العقاري. هذه المشكلة. وبالتالي كان هناك استعصاء حتى الآن على مسألة واحدة حاربنا من أجلها عندما كنت وزيرا للمالية، وحاربنا من أجلها عندما كنت عمت رئيسا للحكومة، وها الحقيقة من أسبوعين أقر مجلس النواب قانون من أجل إعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة في تحمل المسؤوليات في التعيينات بالفئات الأولى، من أجل أن تكون عملية موضوعية ويكون الولاء بالنهاية للدولة وأن يكون الاختيار بناء على الكفاءة والجدارة. أقره مجلس النواب، طلع عند رئيس الجمهورية، عطل رئيس الجمهورية ورفضوا. نعم. هذا من قبل أسبوعين.
أنا عم بقول بالنهاية هذه المشكلة التي جرت في لبنان، أن لبنان أصبحت الدولة هي مقطعة الأوصال، وهذا الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة. فقدان الثقة أدى إلى تدهور في الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأدى إلى تدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية، وأدى إلى تدهور كبير في الأوضاع المعيشية للبنانية. هذلك كان متى عشية الانفجار الكبير. هذا الانفجار الكبير ما كان موجودا فاقمه، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. السيد فؤاد السنيور رئيس الوزراء اللبناني السابق، كنت معي عبر الهاتف من بيروت. مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء قال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشيل عون يعتبر المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية انفجار مرفأ بيروت تضييعا للوقت. ونقل مكتب الإعلام عن الرئيس عون قوله أن القضاء يجب أن يكون سريعا من دون تسرع لتأكيد من هو مجرم ومن هو بريء على حد تعبيره. في غضون ذلك قالت قيادة الجيش اللبناني أن الآمال تراجعت في العثور على ناجين من حادث انفجار مرفأ بيروت. بعد 3 أيام من عمليات البحث والإنقاذ نقدر نقول خلصنا أول مرحلة من عملية البحث والإنقاذ، اللي هي إمكانية أنه نلاقي بعض أحياء. هلأ بدل الأمل، بدل عنا أمل، بس نحن كتقنيين عم يشتغلوا على الأرض فينا نقول أنه الأمل ضعف أنه يلاقي عنا أحياء. مشان هيك في فرق قررت تسحب عناصرها، وفي فرق قررت تكفي بالبحث معنا ضمن الإطاع اللي عم تشتغل فيه بعملية رفع الردم وعملية البحث عن أشلاء، اللي عندها إمكانية بحث عن أشلاء، لأن كل الفرق اللي كانت عم تشتغل على أساس تبحث عن أحياء بيعتبروا أنه انتهى عملها. هذا وأعلنت وزيرة الإعلام منهل عبد الصمد استقالتها من منصبها، وقالت في مؤتمر صحفي أن خطوتها هذه جاءت بعد انفجار مرفأ بيروت والعجز عن إحداث التغيير المأمول على حد تعبيرها. وبما أن الواقع لم يطابق الطموح الذي كنا نسعى إليه، وبعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال بيروت الذي هز كيان الوطن وأدمى القلوب والعقول، وانحناء أمام أرواح الشهداء وآلام الجرحى والمفقودين والمشردين، وتجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير، أتقدم باستقالتي من الحكومة، متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن، وسلوك طريق الوحدة والاستقرار والازدهار. لمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت القيادي بطيار المستقبل هادي حبيش، كما ينضم إلينا أيضا عبر سكايب من بيروت جيمي جبور القيادي بالطيار الحر. أحييكما وأبدأ مع السيد جيمي القيادي بالطيار الحر. لعلك استمعت قبل قليل، كان معنا السيد فؤاد السنيور رئيس وزراء لبنان الأسبق، وهو ككثير للحقيقة من اللبنانيين يحمل المسؤولية للسلطة الحالية، حتى لو لم تكن مسؤولية جنائية، مسؤولية الفساد ومسؤولية أنها جعلت لبنان يعني تحت قيادة فريق واحد، هم يشيرون إلى حزب الله بشكل أو بآخر. هل تتفق مع هذا الطرح؟ هل هذا صحيح؟ هذه السلطة أوصلت لبنان إلى ما هي عليه الآن بما فيهم حتى سلطة رئيس الجمهورية؟ نعم، إن السلطات التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم هي السلطات نفسها التي كان يرأسها فؤاد السنيورة، أو كان وزيرا للمالية فيها، أو كان رئيسا للحكومة فيها، والسلطات نفسها التي كان فيها تيار المستقبل، تيار الرئيس السنيورة هو التيار الذي يرأس الحكومة. كل هذه التراكمات أدت إلى ما نحن عليه اليوم. لذلك ليس من العادل أن يقوم شخص مارس السلطة لأكثر من عقدين من الزمن أن يلوم فريق رئيس الجمهورية اليوم أو الفريق الحكومة الحالية اليوم بأنها أدت إلى ما أدت إليه الأمور من فساد ومن إفساد
ومن كوارث أصابت لبنان واللبنانيين. لذلك فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وعلى جميع أن يتحمل المسؤولية. ونحن اليوم أمام هول المأساة الكبرى التي حلت بعاصمة لبنان بيروت. كنا نأمل بأن نرى موقفا أكثر تعاليا وأكثر تضامنا مع مصيبة اللبنانيين ومصيبة البيروتيين. لذلك كنا نأمل أن نرى موقفا يتعالى ويذهب بالأمور إلى مزيد طيب. من الوحدة الوطنية. يا سيد جيمي، أنت ذكرت أن الجميع يتحمل المسؤولية تعميق الانقسام في الوسط السياسي اللبناني. طيب نعم. أنت تقول أن الجميع يتحملون المسؤولية بما فيهم من هم في السلطة الآن وحتى رئيس الجمهورية. طيب في المقابل ماذا اتخذتم تجاه تحملكم للمسؤولية؟ يعني عفوا ببساطة شديدة، لماذا لم تستقيلوا وتريحوا اللبنانيين الذين يطالبون بهذا؟ ومن قال أن كل اللبنانيين يطالبون باستقالة رئيس الجمهورية وغير رئيس الجمهورية؟ ومن قال أن الموقف الشعب اللبناني هو مع الاستقالة؟ ومن قال أن الاستقالة هي الحل؟ الهروب من المسؤولية في هذه الظروف هو تعميق للمشكل، تعميق للأزمة. إن التحمل المسؤولية يكون بالعمل اليوم على كشف الحقيقة بالانفجار الذي حصل. إن العمل الأساسي اليوم هو لإغاثة الناس المشردة ولتطبيب الناس التي دخلت المستشفيات المصابة، ولتحقيق العدالة بما يخص الشهداء والجرحى الذين أصيبوا بهذا الانفجار. لذلك من يقول أن المسؤولية هي بالاستقالة اليوم من الحكومة أو باستقالة رئيس الجمهورية؟ أنا لا أستطيع أن بالتأكيد أن أقول كل اللبنانيين يطالبون بهذا، لكن اسمح لي، الأرواح التي يعني أو من قتل، العشرات الذين قتلوا والمئات الذين أصيبوا وفقدوا حتى هذه اللحظة، ألا تستحق استقالات على مستوى هذا الحدث الكبير كما نرى في كثير من دول العالم سيد جيمي؟ أم أن هذا لا يحدث في لبنان؟ إن ما حصل اليوم يستحق تعليق للمشانق للذين يتحملون مسؤولية الانفجار الذي أودى بحياة مئات الأبرياء. وطبعا من يتحمل المسؤولية؟ نعم، المسؤولية يحددها القضاء والتحقيق. كل من ساهم منذ عام 2013 تاريخ دخول الباخرة إلى ميناء بيروت حتى انفجار 4 آب، كل من عرف ولم يبادر إلى القيام بواجباته تجاه هذا الخطر الكبير الذي حل، الذي أصاب عاصمتنا بيروت وشعبنا، كل من لم يبادر إلى تحمل مسؤوليته هو يتحمل مسؤولية الانفجار. طيب البعض يقول أنا لا أثق في هذه السلطة سيد جيمي، البعض يقول أنا لا أثق أساسا في هذه السلطة بل أشير إليها بأصابع الفساد والاتهام، فكيف أثق فيها أن تكشف لي عن الجاني الحقيقي؟ نحن يا صديقي يا عزيزي في لبنان كلنا نتهم بعضنا البعض تمام بالفساد، وكلنا نتهم بعضنا. أكمل سيد جيمي أنا معك. طيب يبدو أنه انقطع التواصل بيني وبين سيد. نحن علينا أن نثق بقدرة القضاء اللبناني. عم تسمعني؟ أنا أسمعك، أكمل سيد جيمي. نعم، نحن علينا أن نثق بقدرة القضاء اللبناني وقضاة يتحملون المسؤولية. علينا أن نثق بقدرة هؤلاء وبمساندة كل الخبرات الدولية التي انفتحت الحكومة على تلقيها. ونحن نعلم جميعا أن رئيس الجمهورية طلب من الرئيس الفرنسي في زيارته لبيروت تزويده بالصور الجوية لمسرح الجريمة، لمسرح الانفجار قبل حدوث الانفجار وأثناء. أنا فهمت من كلامك أنكم فعلا ككل اللبنانيين سيد جيمي تريدون أن تصلوا إلى الحقيقة. لماذا تمانعون أن تذهب إلى تحقيق دولي تشارك في مجلس الأمن جماعة الدول العربية؟ يعني ما العيب في ذلك؟ أولا إن التحقيق الدولي رأينا إلى ماذا أوصل
بجريمة اغتيال الرئيس شهيد رفيق الحريري. نحن اليوم في العام 2020 بعد 15 سنة والحكم لم يصدر بعد. لذلك التحقيق الدولي هو تسويف للحقيقة وهو تضييع للحقيقة. إن الاستعانة بالخبرات الدولية هو مرحب به، ولكن سوى ذلك هو تضييع للحقيقة وأخذ الحقيقة إلى مكان آخر وأخذها إلى ملعب الاستثمار السياسي والاستثمار في الأجندات. طيب يا سيد جيمي، أريد أن أضيف أن التحقيق الدولي ليس مطلبا دوليا. اليوم رأينا مؤتمر الدول الداعمة لبيروت وللشعب اللبناني. هذا المؤتمر لم يأتي على التحقيق الدولي، إنما بتحقيق حيادي، ونحن مع تحقيق حيادي، والدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية هم مع تحقيق حيادي. طيب تمام، ابقى معي سيد جيمي لاني اريد ان تعلق على هذا الخبر العاجل الذي معنا الان على شاشتنا. مراسل الجزيره، استقاله وزير البيئه اللبناني ديموناس قطور من الحكومه. استقالة وزير البيئة اللبناني من الحكومة، ومنذ ساعات قليلة كانت هناك استقالة أيضا لوزيرة الإعلام. إذن على ما يبدو أن الاستقالات في دوميانوس، وزير البيئة اللبناني دوميانوس قطار من الحكومة، استقالة وزير البيئة اللبناني دوميانوس قطار من الحكومة، وتأتي هذه الاستقالة بعد استقالة وزيرة الإعلام منذ ساعات قليلة. إذن على ما يبدو سيد جبور أن هناك استقالات تتوالى سواء على مستوى الحكومة وستة على مستوى أعضاء البرلمان. الكل يرى أن الحكومة الحالية لا تستطيع أن توفي بمطالب اللبنانيين من وجهة نظرهم للوصول إلى حقيقة ما حدث. ربما يكون مسألة استقالة الحكومة هي مسألة مطروحة جديا، ولكن أنا أقول أن مسألة استقالة الحكومة هي مسألة جيدة ومهمة وضرورية في حال تم الاتفاق بين المكونات السياسية للمجلس النيابي اللبناني على البديل عن هذه الحكومة. ولكن الدخول في فراغ من جراء استقالة الحكومة هو تعميق للأزمة وتضييع لحقوق الناس وحقوق التحقيق، وإدخال للبنان في الفوضى ومناقات لهؤلاء الذين. طيب أليست لبنان الآن تعيش في حالة فراغ حقيقية يا سيد جيمي؟ ماكرون عندما جاء قال أنا لن أعطي حتى المساعدات للحكومة للفاسدين من وجهة نظر البعض. طيب إذا أين الحكومة؟ والرئيس اللبناني العماد عون والرئيس اللبناني العماد ميشيل عون طالب المجتمع الدولي والمؤتمر المنعقد اليوم بأن يوصل المساعدات مباشرة عبره إلى الشعب اللبناني. لا أحد في لبنان يثق بالبيروقراطية الحكومية اللبنانية، ولا أحد يرى أن لا فسادا في فساد الحكومة اللبنانية. لذلك جميعنا نريد أن تصل المساعدات مباشرة إلى أصحابها، أي إلى الناس، إلى الشعب اللبناني الذي هو بحاجة إلى هذه المساعدات. طب اسمح لي سيد جيمي، إذا كنت أنت كمواطن وكسياسي لا تثق في الحكومة، لا تثق في البيروقراطية اللبنانية الموجودة حاليا، كيف أثق فيها المواطن العادي إلى أن تصل به إلى الحقيقة؟ أليس من العدل ومن الحكمة الآن أن تستقيل هذه الحكومة، أن يستقيل البرلمان ويعطوا دفة الأمور للتكنوقراط إلى أناس حياديين يستطيعون إدارة الأمر؟ جربنا حكومة تكنوقراط في هذه الحكومة، جربنا هذه الحكومة أنها حكومة تكنوقراط، وجربنا حكومات الوحدة الوطنية. نحن اليوم أمام مسؤوليات كبيرة وأمام مصيبة ملمة باللبناني وبعاصمة لبنان بيروت وبالشعب البيروتي. لذلك اليوم الحلول السياسية ليست هي المهمة، إنما الحلول الإغاثية والحلول التي تأتي بالحقيقة وتأتي بنتيجة شفافة للتحقيق، والحلول التي تعيد إعمار مدينتنا بيروت هي الأساس اليوم. أي حكومة اليوم لن يقف
المجتمع إلى جانبها لن تستطيع إعادة إعمار بيروت. أي حكومة لا تأتي إغاثات دولية إليها لن تستطيع إغاثة الشعب اللبناني. نحن اليوم في لبنان نعيش عدة أزمات، أولها وبالتسلسل أزمة النزوح السوري التي أثرت على لبنان، أتت أزمة الوضع الاقتصادي وانهيار العملة اللبنانية. أشكرك. والأوضاع المعيشية. شكرا جزيلا. كورونا. كلها أزمات. شكرا تمام. لكم. شكرا جزيلا جيمي جبورة القيادي بالتيار الحر، كنت معي عبر سكايب من بيروت. وأعود إلى النائب البرلمان والقيادي بتيار المستقبل السيد هادي حبيش. أحييك سيد هادي، لعلك استمعت إلى جيمي جبورة عندما قال أن الجميع يتحملون المسؤولية، من هم الآن في سدة الحكم أو من كانوا يحكمون لبنان من وجهة نظري لعقدين كاملين بما فيهم تيار المستقبل، فلا يجب أن نرمي باللائمة على فصيل واحد من الفصائل السياسية في لبنان. ما ردك على هذا الكلام؟ ما سمعت أنا بصراحة شو كان عم بيحكي، ما كنت عم بحضر. بس اليوم اللي بيتحمل مسؤولية بكرة بيبين بالقضاء مين اللي بيتحمل مسؤولية. واضح بين التقارير الأمنية أنه فقط الجهاز أمن الدولة أبلغ هذا التقرير إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس حسان دياب. هذا عم نحكي بالسياسة. أما خارج السياسة ما بين القضاة والمدراء العامين والموظفين والضباط، بالتحقيق بكرة بيبين مين اللي كان على علم بهذا الموضوع. وفليتحمل كل المقصر أو كل متواطئ فليتحمل مسؤوليته أمام القضاء. على كل حال نحن بالنسبة لنا ما عندنا ثقة أنه هذه التحقيقات تبقى ضمن القضاء اللبناني، لأنه نحن بنعرف أنه هذا القضاء اللبناني تم توقيف تشكيلاته القضائية بسبب التسييس في لبنان. لذلك نحن بنعتبر أنه نطالب بلجنة تحقيق دولية وبخبراء دوليين يساعدون القضاء ليساعدون التحقيقات الداخلية للوصول إلى نتائج حقيقية، وما يكون في سقف وشمسية فوق رأس حدا. لأنه إذا بدنا ننطر القضاء اللبناني بالألو بالتليفونات اللي معودين عليها بلبنان، تنتهي القصة بشيء موظف صغير هو اللي بيطلع مسؤول عن هذه الحادثة وهذه الجريمة الكبرى. طيب اسمح لي سيد هادي، يعني مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اليوم بيقول أن فكرة المطالبة بتحقيق دولي هي ما هي إلا تضييع للوقت، أو كما قال حتى سابقا رئيس الجمهورية هي افتئات على سلطة الدولة اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية بشكل عام، ولم تأتي حتى بجديد في قضية مثلا مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. كيف ترى هذه الأطروحات يعني؟ ما هو أنا اللي عم بيصير اليوم بهذا الموضوع عم بيذكرنا بيوم استشهاد الرئيس الحريري، لما نفس الأصوات كانت عم تطلع تقول أنه نفس المحور كان عم بيطلع بقول ضد التحقيق الدولي، لأنه بيعرف أنه التحقيق الدولي آخر شيء رح يوصل إلى الحقيقة بعيدا عن المداخلات السياسية. واليوم نفس الشيء في محاولة لإبعاد التحقيق الدولي لحتى التحقيق الدولي ما يطال الروس الكبيرة، تتبقى القصة محصورة بموظف من هنا أو موظف من هناك أو ضابط من هنا أو ضابط من هناك. نحن لن نرضى أن تقتصر التحقيقات أو الاتهامات على الصغار. أكيد الصغار اللي هن متورطين بالتقصير يجب أن يحاكموا، ولكن كمان الكبار المتورطين بالتقصير يجب أن يحاكموا. أنت كنائب في البرلمان أو حتى نواب المستقبل بشكل عام، لماذا لم تتقدموا باستقالاتكم كما حدث لنواب آخرين؟ أنا بصراحة شخصيا أحبذ هذا الخيار وناقشت وأناقش هذا الخيار ضمن الكتلة، وغدا عندنا اجتماع لمناقشة هذا الخيار. ولكن هلأ عم نسمع شيء طارئ جد، أنه اليوم في حكي عن استقالة حكومة. طبعا إذا استقالت هذه الحكومة لم يعد من داعي لاستقالة، أو بالأحرى صار واجب على المجلس النيابي أن يبقى لحتى نقدر نسمي حكومة جديدة، ولا منكون أوقعنا البلد في فراغ كامل ومنكون ضرينا الشعب اللبناني بمصالحه بدل ما نكون عم نخدمه. أنا اليوم لما نشوف استقالتي كنائب أو كفريق سياسي هي لخدمة الوطن، هي لتحريك الجمود في السياسة في لبنان، هي للوصول إلى تسوية على الطريقة الفرنسية اللي حكي فيها الرئيس الفرنسي، أنا طبعا مع هذه الاستقالة. أما إذا كانت هذه الاستقالة لتعطيل المؤسسات كلها سوا، خصوصي إذا استقالت الحكومة، أكيد أنا لن أكون مع هذه الاستقالة.
هادي حبيشان نائب البرلمان اللبناني القيادي بتيار المستقبل، كنت معي عبر سكايب من بيروت، أشكرك شكرا جزيلا. وما زلنا مع الملف اللبناني.